راح اشوفكم الخزي والعار، راح اشوفكم الفضيحة، راح اشوفكم هذا الفيديو والله العظيم اكبر خزي وعار بتاريخ العراق. جايبين منطقة يريدون يشدوا لهم محولات جديدة وأعمدة جديدة، جايبين لهم تيولة شهداء، تيل مستشهد، عمركم بحياتكم سامعين تيل يجيبوه يشدوه من جديد يطلع تيل مستشهد؟ تعال شوف. واي هنا انفجرت المحولة عدة مرات، 7-8 مرات، وانقطعت الكهرباء عن هاي المنطقة، فجابوا لنا الجماعة أعمدة ما شاء الله، ما أعرف يعني ما أعرف يا حرب مشاركة، والحمد لله العمود الأول مثل ما تشاهدون والعمود الثاني مثل شوف ما الشظايف، وهاي المحولة بعد ما نصبت، ومع العلم المحولة نصبت بثلاث مكانات ورفضتها الناس، وهسه حاليا المحولة جابوها يمنا الأرض ما المحولة المفروض تنصب بمادة الحصو والسمنت والرمل، الجماعة قافليها ببلوكات ورمل طبيعي، هو هذا الرمل مات الشارع، سووا خلطة وضافوها هنا وضافوها بذاك المكان حتى يثبتوها، حتى باكر ربع من توقع على العالم تروح العالم وتموت ويقولون إن الله وإنا إليه راجعون. واي هنا انفجرت المحولة عدة مرات، 7 مرات، وانقطعت الكهرباء. جايبين لهم تيل شهيد، عمود شهيد. بعد شو يصير البوق؟ النهب شلون يصير؟ لكم والله خزيتونا، لك عيني عينك عينك يبوقون، عينك عينك خلص، يعجبك يعجبك ما يعجبك اضرب راسك بالحائط، ايه احنا حراميه يقول لك ايه. والمشكله تعرفون شنو المشكله؟ 400 سياسي مسؤول بالدوله هسه دا يطوفون ببيت الله، 400 سياسي اني يجيبوا لي تيل ينصبوه بمنطقه ومحول على اساس جديد ويجيبوه مستشهد مشارك بحرب داعش، و400 سياسي مسؤول بالدوله هسه دا يطوف ببيت الله دا يغسل ذنوبه وذنوب الخلفه. شفتوا اكو صلافة اكثر من هيك؟ لكم واحد هسه اذا بايق له بوقه صغيره لو حالف كذب لو مكذب ويقولوا له امشي نحلفك بالامام يقوم يطقطق. لكم انتوا رايحين البيت الله وانتوا حراميه وبايقين البلد وناهبي. 400 مسؤول عراقي دا يطوف هسه حول الكعبه.